عطلت الخلافات الحادة بين بغداد وأربيل عقد جلسة البرلمان لتمرير الموازنة العامة للبلاد. وأوضحت مصادر سياسية لسكاي نيوز عربية أن التعديلات التي أجرتها اللجنة النيابية المالية على بنود الموازنة وحصة إقليم كردستان أدت إلى انسحاب الأعضاء الأكراد من اللجنة اعتراضا على التعديلات وإلزام إربيل بتصدير النفط عبر شركة النفط الوطنية الاتحادية. ومتابعة للقرارات وتعطيل جلسة البرلمان، معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي، ومن إربيل الزميل أيضا هو عزيز. أبدأ معك حيدر، هذا الانقسام وهذا الجدل أدى إلى إلزام إربيل بتصدير النفط عبر الشركة الوطنية، ماذا في التفاصيل والسجلات الدائرة؟ الدائر يتمحور حول تنصل أربيل مرة أخرى من اتفاقها مع حكومة بغداد بأن تسلم حصتها النفطية أو يتم تصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية الاتحادية سومو، وأن توضع هذه العائدات عائدات نفط الإقليم ضمن حساب مصرفي معين تشرف عليه وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية، ويتم من خلاله إرسال المبالغ إلى إقليم كردستان. وفي حال أرسلت بغداد مبالغ مالية إلى أربيل ولم تعطي أربيل حصص بقية محافظات الإقليم بشكل عادل، فمن حق بغداد أن تقتطع حصة هذه المحافظات التي تتقدم بشكوى إلى بغداد، أن تقتطعها من حصة أربيل وتعطيها مباشرة إلى هذه المحافظات المتضررة من عدم مثلا عدالة أربيل في توزيع الأموال التي ترسل إليها من بغداد. وبالتالي هنا اعترض النواب الكرد داخل اللجنة البرلمانية وانسحبوا من نقاشات اللجنة البرلمانية التي كانت تعكف على نهايتها وإرسال الموازنة العامة إلى رئاسة البرلمان وإقرار أو الشروع بجلسة إقرار الموازنة أول أمس يوم السبت، ولكن هذا كله تعطل بسبب انسحاب النواب الكرد من داخل اللجنة المالية. هو يعني بعد شهرين على اعتراف هذه الموازنة وإعدادها، جدل بشأن ربط الموازنة بإيرادات النفط، وكان هنالك مواقف أيضا من أربيل في الساعات الماضية، المزيد معك. بالفعل روبير، حكومة إقليم كردستان أصدرت بيانا واضحا بخصوص هذه التعديلات المزمع إدخالها على مشروع الموازنة، واعتبرت هذه المسائل تحايلا واضحا، بل ووصفته بالمؤامرة والخيانة للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومتين بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بإقرار حصة إقليم كردستان، وذلك الاتفاق طبعا الذي انبثق في ضوئه الحكومة العراقية الراهنة برئاسة محمد شيع السوداني. حكومة أربيل تعتبر هذه التعديلات التي تعتزم اللجنة المالية في برلمان العراق إدخالها إلى مشروع الموازنة إخلال بالاتفاق المبرم بين الجانبين، وبالتالي يعني يفرغ الاتفاق من مضمونه الحقيقي، لأن الاتفاق ينص على تحويل حصة إقليم كردستان بأرقام محددة إلى البنك في هنا في إقليم كردستان لكي تكون هذه الأموال تحت تصرف حكومة إقليم كردستان في عملية توزيع الرواتب والإعمار، ولكن التعديلات الجديدة تنص على أن تكون هذه الأموال تحت تصرف وزارة المالية العراقية، وهي التي تتحكم بكيفية إرسال وتوزيع هذه العائدات أو هذه الأموال أو هذه الحصة إلى إقليم كردستان تباعا في ضوء يعني ما تقدمه الإدارات المحلية من قوائم لرواتب الموظفين وما إلى ذلك من مستحقات أو خدمات تتطلب أموال لإدارتها. وهذا طبعا ما تعتبره حكومة إقليم كردستان إخلالا واضحا بالاتفاق المبرم بين الطرفين، وتقول بأنه إذا مررت هذه التعديلات فستكون يعني الاتفاق أو الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مفرغة من محتواها، ويدخل الإقليم مرة أخرى في أزمة سياسية حقيقية مع بغداد. مباشرة من إربيل الزميل هو عزيز، ومن بغداد الزميل حيدر الأسدي.